أثابكم الله. يقول السائل: رجل لديه امرأتان، هل تكون أم الزوجة الثانية محرم لأبناء الزوجة الأولى؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نعم. يقول: رجل لديه امرأتان، نعم. هل تكون أم الزوجة الثانية محرم لأبناء الزوجة الأولى؟ لا، ما تكون محرما لأبناء الزوجة الثانية، ما تكون أمها محرما، إنما تكون محرما لأولاد بنتها لأنها جدتهم، أما أولاد الزوجة الثانية فهي أجنبية عنهم، أجنبية منهم. نعم.